تنشغل الطبقة السياسية في تونس بمصير الحكومة، ويلهث البعض وراء هذا اللون السياسي أو ذاك، لكن جزءاً آخر من التونسيين يراودهم القلق من تضاؤل فرص العمل بعد التخرج من الجامعات، لذلك لجأ الكثير منهم إلى تعلم اللغات الأجنبية كخيار استراتيجي للحصول على فرص عمل تضمن لهم مستقبلاً واعداً. ديرنيغمون تونس داخله بعضها والعالم كل يعرف هذا، دونك انا كيف الشباب الكل نتاع تونس زاده خايفه شويه من الفيتور نتاعي. واحد يكون قلق كمان، مش اسكو باش يلقى خدمه، ولا الاغلبيه تاعهم نتاع الشباب يقراوا لغات يحبوا يخرجوا لبرا، يحبوا يلقاو افاق احسن، خدم احسن، على خاطر الكونديسيون في تونس ماهيش باهيه جمله. تجنبا لاي مفاجآت غير ساره بعد التخرج، يحاول الشباب التونسي تعلم لغات اجنبيه حتى وان قل الطلب عليها كالصينيه، وذلك من اجل حظوظ اكبر في الحصول على الوظائف. اخترت دراسه اللغه الصينيه لان الشعب الصيني جيد، ليس من السهل الحصول على عمل في تونس، لكنه يوجد العديد من الشركات الصينيه هنا، لذلك استطيع ان اعمل مترجما او الحصول على دراسات متقدمه في الصين. يعتقد معظم الطلبة هنا أن مستقبل البلاد ربما يكون مظلماً، وقد يؤدي إلى تقلص مستوى الأمن وتدني مستوى الدخل الفردي، مما يحفزهم على البحث عن بدائل مناسبة خارج تونس. معظمهم فروا خارج البلاد لأنهم يرون مستقبل بلادهم قاتم جدا، لأن الأمر يعتمد على المتغيرات السياسية وما يدور حولها. لدي الكثير من الأصدقاء الذين سافروا خارج تونس بحثا عن فرص عمل أفضل. وفقا للإحصائيات الرسمية، فإن أكثر من 400 ألف شاب تونسي يعيشون على أقل من دولار ونصف الدولار في اليوم منذ بداية انطلاق شرارة ثورة الياسمين قبل عامين. وبين الأرقام المرعبة ورغبة الشباب في الهروب إلى ما وراء البحار، ثمة من يرى أن مسار الثورة لا يزال طويلاً حتى يبدد مخاوف التونسيين حيال مستقبلهم المجهول.